يعني انا معجب بكيفك من ايام ما كنت رئيس التلفزيون، انسانه وقوره وهاديه ورجل. اشكرك ورزيني. اشكرك فندم، اشكرك فندم، بس انا كنت رئيس القناه الاولى ما كنتش رئيس تلفزيون، بس تصحيحا للبتاع. يبقى هتبقي رئيس. استاذ يسري بعد اذن حضرتك طمني، هل كل السكان رجعوا عماره الشربطلي تاني ولا في حد لسه قلقان ولا في حد خايف؟ كمان عايز اقول لحضرتك ان انا سمعت ان وزاره النقل اجرت او اشترت شقه في العماره، في عمارة الشربطلي، أنا ما أعرفش ليه، هل عندك معلومة؟ يعني شفتها حتى على اليافطة وهي موجودة دلوقتي، اتفضلي. طبعًا أنا بأؤيد كل كلمة قالتها الأستاذة دينا، هي أختي الصغيرة وجارتي من أيام زمان وهي في الدور الأولاني أنا في الدور الثاني، كل كلمة قالتها صحيحة. قبل ما أجاوب حضرتك أنا لازم طبعًا زي ما دينا عملت أنا لازم أحيي كامل بيه الوزير، انه انسان محترم، كلمه محترم، هو محترم فعلا. نعم صحيح. راجل كف ونشيط ونشيط. مش بس كده، وكل اللي عاملين معاه، يعني انا النهارده اتعرفت برئيس الهيئه القوميه للانفاق. والحقيقه يوز فيري امبرس، يعني كنت يعني انبسطت بشخصيته جدا، الطقم كله واتحاد الشركات المصرية الفرنسية اللي بيقوم بتنفيذ المترو الأنفاق والعاملين فيه، انه الحقيقة برضو اؤكد انه العمال اللي مختاراهم الهيئة والشركة على خلق ناس بتوع. شكرا للعمال، يا سلام. دي لفتة منكو على فكرة عظيمة، يعني انه اللي ما عندوش دم لازم يقول كده. ايوه الناس دي، هي احنا ما كانش عندنا طبعا في العمارة كانوا قاطعين كهرباء ومية وكل المرافق، كل الناس رجعوا يا فندم. استاذ يوسف هجاوب حضرتك بس اقول الجملة دي، ان العمال دولت كان بيطلعوا لغاية الدور ال 11 اكتر من مرة في اليوم على رجليهم. على رجليهم، ومحدش منهم يا ربي اشتكى، محدش منهم اشتكى. الله. وما بلغني النهارده من احد المهندسين الكبار في الهيئه انه مش في الفتره دي، في فتره سابقه في بعض ناس تطولت عليهم وما ردوش. فتحيه كبيره لهم وعلى راسهم السيد الوزير. حضرتك سالتيني سؤال موضوع الشقه. ده من يعني ليه باكد بقول الراجل ده محترم كامل الوزير، مش بس كامل الوزير، الحقيقه احنا في دوله غير الدوله، واللي مش شايف كده عنده مشكله، عنده مشكله. احنا في دوله غير الدوله اللي كنا عارفين الراجل ده هو. انا اول ما اتعرفت تقصد الموقف الان غير زمان؟ طبعا طبعا مفيش شك. اولا حكومه بتواجه كل المشاكل المتراكمه، حكومه بتستمع، حكومه شغاله، يعني يعني صحيح. شغالين برتم اسرع من رتم القطاع الخاص، ما حدش يزعل مني انا. انا قطاع خاص، بس هو ده اللي حاصل انه الرتم بتاع سرعتهم اسرع من القطاع الخاص دلوقتي وبقالهم فتره كده يعني. فكامل بيه الوزير انا ما سبقش واتعرفت عليه وجها لوجه، اتعرفت عليه بالظبط يوم 27 يوليا بعد الحادث ده هو بيوم. انا عرفت انه كان رايح الموقع الصبح وهو كان ادى تصريح انا اتخضيت منه، فقلت لا لازم اروح واتكلم معاه. واتكلمت معاه والراجل طمني بعدين شفته مره تانيه واقترحت عليه اقتراح. قلت له سياده الوزير في ناس خايفه وده طبيعي، يعني البشر طبيعي جدا. طبعا طبعا يعني انا مهندس، مراتي كانت خايفه من حاجات، خايفه من مشروع المترو، علشان كده كان سؤالي لحضرتك كل الناس رجعت ومطمنه، فحضرتك هنا بتجاوب وكمان على الشقه اللي بقت خاصه للهيئه عندكم. اقترحت كنت على سيد الوزير في كلام عابر كده، قلت له سيد الوزير يا ريت لو ندي رساله تطمينيه للناس. ايوه. قال لي ازاي يعني؟ قلت له ما تفتحوا مكتب للوزاره يتابع المشروع. الله، دي فكرتك استاذ يسري. الحقيقه انا رميتها هايله. ده لو مش راجل، يعني ده راجل محترم وبيمثل الدولة كلها دلوقتي، عشان الدولة كلها أي حد بيقترح حاجة والحاجة دي هي يلاقوها مفيدة طبعا، هو حسبها في دماغه، قال لك وين وين سيتويشن. أنا هطمن الناس
ان انا نفسي اللي فوق العمود اياه، وفي نفس الوقت هي مصلحه انه هيدير المشروع من الموقع. ايوه ايوه واخد بالك، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ردا على السؤال بتاع سيادتك، هل كل السكان رجعوا؟ للاسف لا. وزي المدينه قالت يعني احنا عايشين على صدى الدوله القديمه. مع احترامي كان في حاجات كويسه، انما ما كانش رد الفعل والاستجابه طب ليه الناس مش كلها رجعت؟ هقول لحضرتك، بعض ناس قالت لك انا لازم اشوف التقرير. تمام حاهم، ولكن تشوف ايه المشكله؟ ما فيش مشكله، ولكن لما يكون في واحد زي جامل الوزير ويقول لنا خشوا العماره بقت احسن من الاول. نعم. النيابه وصل لها التقرير. ايوه. بناء على التقرير ده النيابه ادت تعليمات للمرافق انها تدخل. نعم. فهل لو في حاجه في التقرير النيابه هتقول للمرافق خشوا وللسكان خشوا علشان تحصل مصيبه يروحوا هم في داهيه؟ اعتقد لا طبعا. مش كده برضه؟ طبعا. بعدين لما رئيس الجمهوريه يتدخل في الموضوع ويطلب من كامل بيه الوزير تكليف. نعم. أي يعني دي برضو قليلة؟ لا طبعا. طيب رئيس الجمهورية لما عمل كده لسببين في رأيي. أنا ما قعدتش معاه، أنا ما تشرفتش إني أقعد معاه. عمل كده لسببين متهيألي. نمرة واحد إنه الشعب، انا بحمي الشعب، واحنا اخطانا في حاجه، مش هو يعني حصل خطا بنعالجه. أيوة. وبرضه بين قوسين الخطا اللي حصل يعني ما هوش بالخطوره اللي الناس تولت. نعم. الموضوع طيب معلش هرجع بس عشان وقتي استاذ يسري. هل كل السكان اللي ما رجعوش عايزين يشوفوا التقرير؟ الحقيقة النهاردة في يعني اتنين من الجيران الأعزاء وناس محترمين جدا. نعم. قعدوا مع السيد الوزير وطمنهم. أيوة. تمام. وبعدين اللي عاوز التقرير يروح يطلب من النيابة، بيدوله التقرير، والتقرير ده هندسي يعني اللي يقراه لازم يكون دكتور مهندس. تمام بس اي حد يقرا تقرير علشان كده هوت يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله ان هم طالما مصرين عشان يطمنوا يروحوا يطلبوا ده من النيابه؟ انا طبعا بقول الكلام اللي حضرتك بتقوله، انا ما اعرفش الكلام ده صح اجرائيا ولا لا، لكن انا بقول ده يعني يروح النيابه زي ما حضرتك بتقوله يطلب التقرير ويشوفه لكي يطمئن قلبه، يعني اعتقد